ايمن علي مدير تسويق في شركه كانون الشرق الاوسط. احنا كانون الشرق الاوسط موجودين في دبي، الفرع الرئيسي للشرق الاوسط، بنغطي 12 دوله من ضمنهم بلاد الخليج وبلاد الشام، وموجودين بقالنا اكتر من 20 سنه موجودين في السوق الشرق الاوسط. وبنخدم طبعا منتجات كتيره جدا من كانون، من منتجات اللي بنسميها البيزنس تو بيزنس او منتجات المستهلك زي الكاميرات وزي الطابعات الاستهلاك المنزلي وهكذا. وموجودين النهارده في جايتكس كالعاده عشان يعني نشو اخر حاجه وصلت ليها كانون في مجال البيزنس تو بيزنس تحديدا. والله الحقيقه السنه دي احنا في كانون مهتمين جدا ان احنا ندرس بيئه العمل، بحيث ان احنا عملنا زي بحث موجود بنعمله لونش النهارده في جايتكس عشان ندرس بيئه العمل في الشرق الاوسط، وخصوصا مثلا في سوق زي الامارات او المملكه العربيه السعوديه. بيئه العمل محتاجه ايه من ميكنه، من موبايل ابلكيشنز، من كلاود، من سيكيورتي او سريه، او من طباعه كمان طبعا بما ان ده يعني واحد من الكور ابلكيشنز بتاعتنا، عشان نقدر نساعد الاعمال المختلفه في الشرق الاوسط او البيزنس المختلف في الشرق الاوسط لزياده الانتاجيه، لتقليل التكاليف، لتقليل الايرورز وهكذا. فالحقيقه ان احنا بعد الدراسه هتلاقي ان كل الستاند فيه حلول للبيزنس المختلف، ازاي نطور بيئه العمل وازاي نطور الانتاجيه وازاي البيزنس يبقى بصوره اسهل على الموظف، بصوره اسهل على متخذ القرار، بحيث ان هو يقدر ياخد قرارات في البيزنس تقدر تساعد الرؤيه المستقبليه للبيزنس او الرؤيه الحاليه كمان بصوره افضل. والله هو ابتدى يختلف فعلا اوريدي، لان احنا طبعا شايفين ان في حاجات كتيره جدا كانت بتتعمل بطريقه يدويه وكانت بتحتاج ناس كتير وكانت بتحتاج عمالة ووقت ومجهود. دلوقتي ابتدت التكنولوجيا بتقلل الموضوع ده، فبقى الإنسان أكتر منه بيدير التكنولوجيا أكتر منه بيعمل الشغلانة بإيده نفسها، فدي زودت طبعا الكفاءة الإنتاجية بصورة كبيرة جدا، زودت اللي بنقول عليه الكاستمر اكسبيرينس. زي ما بنقول الكاستمر اكسبيرينس اللي هو العميل اللي بيتعامل مع أي شركة لازم يكون مبسوط ولازم يلاقي جودة عالية في الخدمات اللي بتقدمها الشركات. فأعتقد طبعا ابتدت تتطور. طبعا احنا شايفين دلوقتي يمكن في جايتكس الناس بتتكلم على الارتفيشال انتليجنس، بتتكلم على البلوك تشين، وبتتكلم على البيج داتا، وبتتكلم على الانترنت اوف ثينجز. كل دي بقى خلاص تفاعل بين الانسان وتفاعل بين الآلة، بحيث ان الانتاجية سهولة العمل بقت تزيد بصورة كبيرة جدا. والله احنا يعني زي ما احنا ابتدينا من فترة كبيرة، خصوصا في بيئة البيزنس تو بيزنس زي ما بنقول. بيزنس تو بيزنس اللي هي الحلول اللي احنا بنقدمها للشركات. يعني الحلول، لان احنا عندنا في حلول بنقدمها للافراد، دي اللي هي البيزنس تو كونسيومر زي ما بنقول، وفي حلول اللي هي البيزنس تو بيزنس او الحلول الشركات. فحلول الشركات اللي احنا بصددها النهارده، احنا بنهتم اكتر من يعني طبعا كانون كتكنولوجي براند معروف جدا الحمد لله، وعندنا حصه سوقيه كبيره جدا يمكن بتوصل في بعض المنتجات ل 50% يعني، فدي رقم ضخم على مستوى الشرق الاوسط. بس احنا بنهتم مع التكنولوجيا، بنهتم ان احنا نفهم ازاي نساعد العميل بتاعنا ان هو يشتغل على البيزنس بتاعه بطريقه اسهل، وازاي ان هو يكبر البيزنس، ازاي يزود ربحيته، ازاي يزود تكاليفه. فاحنا بنوظف التكنولوجيا بتاعتنا والحلول انها تساعد العميل بتاعنا انه يعمل البيزنس بتاعه او ياتشيف الاهداف بتاعته بصوره احسن. ودي يمكن اختلاف شويه كانون في السوق، وده اللي احنا مركزين فيه وده اللي احنا بنستثمر فيه بصوره كبيره جدا. والله جايتكس طبعا من اهم ان لم يكن اهمهم يعني على مستوى الشرق الاوسط كل سنه بيحصل، ودي منصه مهمه لكل العاملين في مجال التكنولوجيا والاي تي، عشان كده احنا مهتمين دايما نكون موجودين. الناس دايما او العميل دايما بيجي عنده تطلعات او توقعات ان هو يشوف اخر ما توصل ليه التكنولوجيا على مستوى العالم، اخر حلول ممكن تساعده، وده بيحط طبعا مسؤوليه كبيره على شركات زي كانون ان احنا نكون جاهزين، ان احنا نكون عند التوقعات دي. واعتقد ان هو ده بيبقى مهم، يعني انا اعتقد
انا بشوف ناس من كل دول يعني المنطقه موجودين ومهتمين ان هم يجوا، فده طبعا من الحاجات اللي احنا بنهتم نكون موجودين فيها طبعا بصوره مستمره.